توا نجيو للرسيت الثاني. قعدت نخمم راهو وقلت باش نعملوا بانديمي وكروك مسيو والدنيا هذيك الكل نتوما تعرفوهم. هات نعطيكم حاجه جديده تحضر في صافيسا ونعرفكم باش تجربوها. باش نعملوا كيك سالي يجي كيما الاومليت اما باش نزيدوا فيه شويه فرينه وشويه لوفور شيميك. تتشوفوا والله دي بنينه مش نورمال. دونك باش نعملوا كيما الاومليت باش نحطوا فيها البطاطا الفلفل الطماطم اللي عندكم. انا هوني عندي شويه شامبينيون عندي شويه بطاطا هي تشبه شويه للطاجين راهو شويه بصل شويه بوفون شويه فلفل شويه فازيت وباش نعملوا بهم هذيا اللي تحضر في صافيسا وما تقعدش الكرش تزغرت عقب الليل. باه هوني عندي الفلفل باش ناخو شويه من الاصفر وشويه من الاحمر باش كي يبداو الوان مزيانين. اما انتوما بيان سور كان ما عندكمش ماهوش حاجه ياسر انديسبونسابل في الريسيت هذي واذا موجود فبها. حتى الحقيقه يعطيو الوان مزيانين نقول لك هو العين تاكل قبل ما تذوق. وبيه هكا نحطوا فيها برشا خضره نجمو تعملوها محرحره زاده تحطوا فيها شويه هريسه. اما قبيله عملنا الكرواسون محرحر شويه دونك هذيا مانيش باش نزيدو فيها باش نعملوها نوتخ. هنايا عندي انا شويه شامبينيون فري قصيتو شويه وباش نحطو مع هذيك هاو بوسكو عقب الليل دونك لازم تقص كيما جي جي المهم تقصهم جويدين ونزيدوهم مع بريباراسيون هذي. هنايا باش نحطو المعدنوس نحطو البصل خاطر الحقيقة يفوح بالكدا ونحطو معاها فخوماج ومن بعد نبداو نحطو في السوائل. هوني باش نحطو الزيت باش نحطو معاهم الحليب ونحطو معاهم ثلاثة كعبات عظم هذي الأولى هذه الثانية وهذه الثالثة. دونك هوني كان عندكم تون ولا عندكم اسكالوب جامبون تنجمو تزيدو فيه. انا حطيت شامبينيون خلطنا هذا الكل مع بعضه نجمو نزيدوها شوية ملح ونحطو الفلفل فوالا ومن بعد نحركو الكل مع بعضه. وهوني عندي الفرينة دونك اخر حاجة باش نحط الفرينة باش نحطو معاها ساشي متاع خميرة متاع جاتو. هو لو برانسيب راهو اللي هي شنو اللي هي تحضر فيسا وتشبع سورتو. الحقيقه الحقيقه باش نزيدها شويه هروس ما شديتش روحي الهروس نتاع صبره باش تجي فيه واحد فوالا فيها شويه لازم نزيد شويه على غالب منين منين. دونك هوني عندنا البلاتو نتاعنا فيه الزيت والكل باش نجيو نحطو البريباراسيون هذيك. قلت لكم كيما الطاجي بيان سور من بعد باش نمشيو نحطو في الفور على 180 درجه يقعد يطيب 30 دقيقه هكاك باش نجمو نصبرو 30 دقيقه. وخرجت من الفور الريحة فاوحة بنينة تعمل الكيف. اما قبل ما نخرجها من الفور حطيت لها هكايا شوية موتزاريلا من فوق باش هكيكا تجي مزيانة وحتى من فوق الغراتيناج متاع الموتزاريلا يعمل الكيف. دونك توا باش نقصو وباش نشوفو المرسو هذايا قبل الليل يشبعنا ولا ما يشبعناش. بون امبوسيبل ما يشبعناش. نقصوها دي مرسو كبار نعملو هكا راهو بالحق جربوها الرسيت هذيا هايله هايله هايله. انا نعملها هذيا سورتو كيف ما قلت لكم مش كي نجوع قبل الليل بلوتو كيف نحير ما نلقى منطي. دونك نحطها اون بلوس يكلوها للصغار نجم نحط فيها خضره نجم نحط فيها سبناخ جوست تبعدوا على الحاجات اللي تسيب الماء نتاعها وكها. اسمع لازمكم تخليوه يبرد شويه راهو ريحته فاوحه كالشامبينيون والفلفل والمعدنوس الكلهم حاسيلو حاجه تعمل كيف ما نجمش نصبر لازم ننفق. وكال الجبن اللي زدتو من بعد حاجه تعمل كيف سخونه هي حاجه هبال بالحق. البطاطا طابت والمغرفه طاحت كل شيء باهي الكويسون نتاعو هايل جوست خليوه يرتاح شويه يبرد شويه باش يشد روحو سينو امبيكابل جربوها ماكمش تندموا حتى تعرفوا. وتوا